لقب اليوم شو بتقولي؟ لقب اللي أنا أخدته اليوم الحقيقة ما بعرف وما حبيت أعرف، حبيت أتفاجأ فيه. طالما هو لقب جميل يعني ما رح يكون شغلة حلوة. سيرين خبرينا، أنت هلا باستراحة محارب وتوقفتي أنه عن تصوير أي أفلام أو أي مسلسلات أعمال فنية، خبرينا قد ايه هالشيء مأثر إيجابياً بحياتك هالفترة؟ مأثر إيجابياً كتير، لأنه أنا قاعدة مع عائلتي وقال كنت سلي 5 سنين بعيدة عنا بسفراتي، يعني ابتداءً من مسلسل روبي ل 24 كيرات كان بعمل متواصل، فأخذت بريك شوي لحتى أقعد مع عائلتي وفكر كمان بشو ممكن أنا أقدم شي جديد بشغلي وبتمثيل وكأغاني بالفترة الجاية إن شاء الله. في أي أعمال فنية فيديو كليبس ممكن نشوفها قريباً؟ إن شاء الله في بحبك يا مهذب غنية، هلأ عم نشتغل على فكرة الكليب وإن شاء الله أول ما بتطلع الفكرة نحكي فيها علناً. طيب العالم دائما بتحب ما شاء الله جمال سيرين عبد النور، كيف تهتمي بجمالك أنت بشكل يومي؟ شو الروتين؟ طبيعة، يعني الإنسان على طبيعته وحسب المناسبات، يعني كثير مهم لما بتكوني بحياتك اليومية على الطريق إنه ما تكوني فول ميك اب، بنفس الوقت لما تكوني معزومة على مناسبة كبيرة تكوني راقية بشكلك وعاملة قيمة للمناسبة، زين بشكلك بشعرك بمكياجك، فكله بكمل بعضه وكله بتشكر أنا كثير الأشخاص كمان، إذا هون بتسمحي لي أقول إنه الأشخاص يلي حوالي يلي هن مثل سيدريك حداد يلي هو الستايلست تبعي اللي عم بيهتم بإطلالتي، طبعا كولات ميك اب، فيكتور كيروز، يعني الأشخاص يلي هن على طول حد ودائما بنخترع الاشياء الجديده والاشياء الحلوه. سيرين اخر سؤال، قد ايه بتهمك الالقاب الفنيه؟ قد ايه بتشوفي هالشيء ممكن يضيف للفنان ولا بتفضلي انه ما يكون لك لقب؟ يعني انا برايي يلي بضيف للفنان هو شغله والجمهور هو يلي بنجح الفنان لما بيكون عم يشتغل من قلبه، الالقاب اذا اجت بالجمهور بتسعد الفنان بس مش هي اللي بتعمل الفنان. شكرا كثير سيرين، شكرا لك. Thank you.